اهلا، it's art castle. وفيديو النهاردة هو عن حرب اكتوبر. اول حاجة عملتها هي اني جبت فرخ كانسون كبير، كان 170، وقصيته وخليته مقاس 50 × 35. الفرخ ده اسمه فرخ كانسون مضغوط. بعد كده فتحت لابي لابي حبيبي حبيبي وفتحته منه الفوتوشوب وبدأت أصمم بقى الرسمة. أنا جبت صور كتير قوي وحاولت إن أنا أجمعهم مع بعض، علشان يعني أنا بحب دايما أنا اللي أصمم الرسمة بنفسي، مش اللي هو أجيب رسمة بقى وأنقلها وكده، لأ. جمعت كل الصور اللي تدل على حرب، ودي كانت النتيجة. يعني بصراحة عجبتني قوي بصراحة. المفروض بقى الصورة دي تتحط في الفرخ ده، مش عارفة ازاي بس ماشي، فعملتها الحمد لله. نقلتها وعملت قعدت فيها كتير قوي، بتاع ساعتين بحاول اقلدها. اصلا كان عندي استعداد اسيبها كده وما كملهاش من كتر جمالها بجد. تفاصيلها كانت عجباني قوي، يعني الطياره بصراحه كانت اكتر حاجه عجباني. كمان المفروض بقى الصندوق ده كله استعمل الحاجات اللي فيه بقى علشان الرسم. اول حاجه علشان ابدا الرسم بالرصاص، بمسح الرسمه، مش بمسحها، بخففها. يعني بحاول اخفف الرسمه الاصليه. ببدأ بقى أظللها بالفرشة، وبجيب بودرة وبحط فيها الفرشة، وبحاول بقى أظلل الرسمة. مش بظلل بالرصاص لأن بيخلي الرسمة خشنة كده ومش واقعية. دايما لما أحب أظلل بظلل بالفرشة بقى، مقاسات معينة، صغير كبير على حسب الأريا بتاعة الرسمة.